السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. احنا دلوقتي بنستخدم محرك البحث بينج ومع المتصفح ايتش. طيب خلينا ندخل كده على الشات، عايز اقول له ارسم لي حاجة، تمام؟ فلما تيجي تقول له ارسم لي حاجة بيرفض. ليه؟ لان انت اصلا موجود هنا في البالانس. لو انت عايز يرسم لك هات له كرياتيف وقول له كان يو درو البلان ان انت هتيجي تيج ونشوف الاجابه بتاعته هتبقى عامله ازاي. بيقول لك ان هو بيحاول ان هو يرسم. هو كده بيتخيل ايام لو في تغير ايام زمان هتبقى عامله ازاي. بالشكل دوت. طيب هخليه برضو يحاول يرسم حاجة تانية. ما دمت قايل له كرييتيف بيبقى كرييتيف شوية. فبيعمل لنا الصور ديت لقطة بتعلم سمكة انها تطير.